مساء الخير. عندما أكد كثيرون التماسهم تغيرا صريحا وقويا في التوجهات السياسة التركية، ليس فقط حيال الملف السوري بل في مجمل السياسة الخارجية لتصبح منسجمة مع الروس على حساب المعسكر الغربي، لم يكن ذلك بسبب التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأتراك فحسب، بل بناء على معطيات عدة تسارعت مؤخرا. فمن التشبث بالحياد الإيجابي تجاه روسيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا ورفضها تبني موقف حلف الناتو وتطبيق العقوبات الاقتصادية الغربية، مرورا بمطالبة أمريكا بالانسحاب من الملف السوري ومن سوريا، وصولا إلى الدعوة للمصالحة أو السلام أو الاتفاق بين المعارضة السورية ونظام أسد، وذلك تفاعلا مع حديث موسكو قبل قمة سوتشي الأخيرة عن إجراءات قالت إنها ستغير وجه سوريا والمنطقة، كلها معطيات بات التشكيك معها بالتحول العميق في السياسة والتوجهات التركية الإقليمية والدولية تشكيكا بلا معنى. ولذلك يضع كثيرون اليوم الارتفاع المضطرد بأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين باتوا ينجحون بالتدفق من تركيا إلى أوروبا في إطار هذا التحول، ويرون أن أنقرة عادت لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على أوروبا وعلى الغرب. سبق وأن فعلتها تركيا من قبل، لكن قالتها صراحة وفعلتها علنا وبكل وضوح في المرة أو المرات الماضية، لكن أنقرة اليوم لا تشير إلى ذلك في الإعلام ولا في تصريحات المسؤولين، على الرغم من أن هذا يفترض أن يصب في صالح التحالف الحكومي من حيث إرضاء الناخب التركي الراغب بإبعاد الأجانب عن بلاده، ومن حيث تشجيع الأجانب المقيمين أو العابرين على سلوك طرق التهريب التي باتت متاحة. فإذا كان الأمر كذلك بالفعل، لماذا تتعامل أنقرة مع الأمر بطريقة مختلفة هذه المرة؟ هل هي الرغبة في تجنب أي سلوك استفزازي نحو أوروبا ما يمكن أن يتسبب بإيقاف المخصصات المالية التي تحصل عليها تركيا مقابل المساعدة في منع تجاوز طالبي اللجوء للحدود، وكذلك المساعدات التي تقدم لها من أجل القيام بأعباء المهاجرين المقيمين على أراضيها؟ أم إن أنقرة ما زالت تعتبر ذلك مجرد تلويح بالورقة وليس استخداما لها تركة باب المفاوضات مفتوحا أمام الأوروبيين؟ أم إن ما يجري في الواقع لا يعدو أن يكون مبالغات؟ وإلا متى توقفت محاولات الآلاف المؤلفة عن العبور من تركيا إلى القارة العجوز؟ وإنه إذا كان هناك زيادة في الأعداد اليوم فهذا مرده إلى الأزمة الاقتصادية وتزايد نسبة الرفض الشعبي للأجانب بتركيا كما لم يحدث من قبل. وأخيرا، وهنا نصل إلى السؤال الأهم الذي يلح على الجميع، وهو إذا كان الشعب التركي يريد رحيل الأجانب عن بلده، وإذا كانت المعارضة والحكومة تتنافسان على تنفيذ ما يريده الشارع التركي، وإذا كانت أنقرة غير مهتمة بردة فعل أوروبا، فلماذا لا تفتح الطرقات والحدود أمام الأجانب الموجودين على أراضيها والراغبين بالتوجه غربا؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من إسطنبول بالأستاذ فراس رضوان أوغلو المحلل السياسي، من باريس أرحب بالأستاذ زيد العظم المحامي والباحث السياسي، كما أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ طه الغازي الناشط في مجال حقوق الإنسان. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى هذه الحلقة من تفاصيل، ولنبدأ مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ طه الغازي. هل لمستم بحكم عملك في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين وخاصة السوريين، تتابع الكثير من القضايا ونشهدك دائما على شاشة أوريانت، هل شاهدتم أو لاحظتم أو وثقتم ازدياد في عدد اللاجئين السوريين العابرين إلى أوروبا أو المهاجرين خارج الحدود التركية ممن يتمتعون باللجوء في تركيا في الآونة الأخيرة أو لنقل منذ بداية العام وحتى الآن؟ مساء الخير لك استاذ احمد وايضا للساده الضيوف للساده المستمعين. طبعا خلال الاسابيع الماضيه كان في تزايد مضطرد لاعداد اللاجئين السوريين القاصدين ابواب دول الاتحاد الاوروبي. هذا الامر تزامن بشكل ملحوظ مع التصريحات الساسه الاتراك بما يتعلق بموضوع
التنسيق او التواصل او خلينا نقول الجلوس على طاولة المفاوضات مع النظام السوري فقط خلال الأسبوعين الماضيين؟ الأمر كان طبعا مع بدايات شهر شباط. البداية كانت تحديدا بشهر آذار مع لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. حينها أشار وزير الخارجية التركي إلى وجود توافق بين دول الجوار السورية الأربعة لبنان، أردن، تركيا، العراق لتطبيق برامج العودة الطوعية. أضف إلى ذلك أنه نفسه مولود تشاوشأوغلو في تشرين الثاني عن العام الماضي أشار بأنه هذا التوافق كان من الممكن أن يكون قبل عامين تحديدا، لكن الأزمة اللبنانية السياسية حالت دون تنفيذ هذه البرامج. بالإضافة إلى التصريحات أو خلينا نقول إلى البرامج التي أقرت الحكومة التركية واللي أعلن عنها رئيس الجمهور رجب طيب أردوغان ما يتعلق بمشروع العودة الطوعية، هاي المتغيرات وهاي الضغوط بحد ذاتها، أضف إلى ذلك قرارات رئاسة الهجرة اللي باتت خلال طبعا عفوا للتوضيح فقط، أنا هنا لا أتحدث بشكل حصري عن الذين يرحلون أو يعودون طوعا أو قسرا إلى سوريا من اللاجئين السوريين، وإنما أتحدث عن الأعداد الأكبر التي تذهب طوعية وبطرق غير شرعية إلى أوروبا. برأيك يعني خاصة المقيمين هنا لفترات طويلة من السوريين، اللاجئين السوريين، ما الذي يدفعهم اليوم بهذه الكثافة إلى العبور إلى أوروبا مع التشديدات الأمنية المفترضة من قبل الطرفين التركي واليوناني؟ طيب خلينا نعتمد على تصريحات وزارة الداخلية في الأونة الأخيرة التي أشارت إلى عودة 500,000 مواطن سوري أو لاجئ سوري إلى سوريا طوعيا. النقطة الجوهرية في هذا التصريح أنها لم تشر إلى أسباب عودة اللاجئين السوريين ولا إلى تاريخ. تماما. بما يتعلق بموضوع هجرة اللاجئين السوريين من تركيا دول الاتحاد الأوروبي، السبب الرئيسي في هذا المقام هي تزايل وتلامي خطاب الكراهية والتمييز العنصري تجاه اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى غياب القوانين الرادعة أو بين قوسين دور الحكومة الجدي والفاعل بمناهضة خطاب الكراهية والعنصرية. اليوم المجتمع اللاجئ السوري في تركيا خلال الأعوام الماضية، وهذا طبعا أشار إلى بعض من الشخصيات المعارضة، بات للأسف الشهيد كراهينة في داخل خلينا نقول الأراضي التركية. خطاب الكراهية والعنصرية بحد ذاته بات له جوانب تأثير كثيرة، ليس فقط على حياة اللاجئ السوري، حتى على مستقبل أطفاله، حتى على مستقبل وجوده في تركيا. لهذا الشكل الإجراءات الحكومية أيضا التي يصفها البعض بأنها تضيق على اللاجئين، هل لها دور؟ طبعا دور كبير جدا، وخاصة الكملك وتوقيف الكملك. توقيف الكملك اللي أعلنها قبل فترة مثلا إسماعيل شطك نائب وزير الداخلية، قال أنه إحنا ألغينا حوالي 122,000 بطاقة حماية مؤقتة بذريعة عدم تواجد هؤلاء في أماكن سكنهم. قبل منها أيضا بشهر تم إبطال ما يقارب 200,000 بطاقة حماية مؤقتة بداعي عدم وجودهم في أماكن سكنهم. أضف إلى ذلك التعقيدات الإدارية المتعلقة والتي بات اللاجئ السوري يشهدها خلال الفترة الماضية، إغلاق 1200 حي بموضوع اللاجئين السوريين. أضف إلى ذلك بعض القرارات التعسفية الصادرة عن رئاسة الهجرة والاعتقالات والتوقيفات. إضافة طبعا لمن لا يحملون الكملك ولكن يحملون الإقامة السياحية، هناك أيضا شروط جديدة وتعقيدات. شروط جديدة، عدم منح الإقامة لأول مرة كل من دخل إلى تركيا من شهر شباط وما شبه ذلك، كل من دخل إلى تركيا بداعي الدراسة أو بداعي الصحة الطبابة. هل هذا يشمل السوريين وغير السوريين؟ تماماً. ولكن هناك فئة من السوريين الذين يعيشون على الأراضي التركية بما يتعلق بأمور الإقامة، كل مشمولين ما عدا الأوكرانيين والروس مستثنين. مستثنين من ماذا؟ من موضوع عدم منح الإقامة. الأوكران والروس يمنحون الإقامة بغض النظر حتى لو كان دخولهم لأول مرة، مع أنه مش موضوعنا، ولكن سمعت تمام. عكس ذلك أنه تعقد أيضا بوجههم إجراءات الإقامة السياحية، لهم تسهيلات كثيرة بالنسبة للأوكران والروس. طيب هذا بشكل أو بآخر، يعني في عام 2022 عن الأعوام السابقة هناك زيادة ملحوظة وفق متابعاتكم، يعني زيادة نتحدث عن نسبة كم تقريبا؟ أستاذ أحمد، نسبة خلينا نقول موجة اللجوء السورية تجاه الأراضي الأوروبية أو تجاه الدول الأوروبية من تركيا لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت في 2015-2016 هي موجة اللجوء الكبرى طبعا الأكبر كانت. الموجة الثانية كانت قبل عامين، بوقتها طبعا للأسف الشديد تم استخدام ملف اللاجئين السوري من قبل الحكومة التركية كأداة ضغط، كوسيلة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي، وتم تقديم تسهيلات كبيرة بوقتها. شفنا كيف تم يعني للأسف الشديد سوق بعض اللاجئين السوريين من ميادين اسطنبول إلى الحدود اليونانية، وهذا الشيء كان واضح للعيان للكل. المرحلة الثانية الثالثة الآن هي المرحلة الحالية. هاي المرحلة أنا بالنسبة لي شخصيا لو أخذنا أبعادها، أنا أرى أن هذه الورقة بحد ذاتها أيضا ورقة استغلال سياسي. اليوم الصراع الروسي الأوكراني واصطفاف تركيا تجاه خلينا نقول الحليف الروسي
قد يلقي بظلاله على هذا الأمر. قد تكون هذه المرحلة موجة اللجوء الثالثة هي ورقة ضغط من قبل تركيا على دول الاتحاد الأوروبي، كون اصطفافها مع موسكو له دور كبير بهذا. إذن يخدم هذا الموضوع روس طبعا تركيا وخاصة مع لقاء سوتشي الأخير وروسيا أيضا. تماما. طيب سنناقش هذه النقطة باستفاضة، أعود إليك بعد قليل، أرجو منك الانتظار بعض الشيء. إلى الأستاذ فراس رضوان أوغلو المحلل السياسي ضيفنا أيضا عبر سكايب من إسطنبول، ورحب بك معنا من جديد أستاذ فراس. تقرير نشر في صحيفة الجارديان البريطانية بتاريخ 26 أو 25 من الشهر الفائت تحت عنوان موجة جديدة من الهجرة قادمة وأوروبا غير مستعدة، يقول استنادا إلى أرقام نشرتها وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس أن الدخول غير المنتظم إلى القارة ارتفع إلى 114 ألف وكسور في النصف الأول من عام 2022 بزيادة تقدر ب 84% عن العام الماضي. هذه الأرقام طبعا لمن ضبطوا، لمن سجل دخولهم غير الشرعي أو قدموا أوراق لجوء. هناك فئة أيضا لم تضبط، والمفاجئ أو اللافت في الموضوع أن هذه الأرقام لا تشمل أبدا الأوكرانيين ولا ملايين الأوكرانيين، تتحدث عن لاجئين قادمين من سوريا، العراق، أفريقيا، أفغانستان، بيلاروسيا وبنغلاديش وغيرها من هذه الدول. المقال بشكل عام يحذر من موجة قد تشبه موجة 2015 من اللجوء. برأيك هل يعني تركيا اليوم متراخية في موضوع تسرب اللاجئين إن صح التعبير عبر أراضيها، ولكن بشكل معلن في يعني مناسبات كثيرة ماضية تركيا كانت تصرح وتستخدم كما قال الأستاذ غازي قبل قليل ورقة اللاجئين كورقة ضغط سياسي على دول الاتحاد الأوروبي وربما ضغط اقتصادي أيضا، لكن هذه المرة الأعداد بازدياد، كل الأرقام تشير إلى ازدياد الأعداد ولكن من دون استخدام هذه الورقة من قبل الحكومة التركية، كيف تفسر ذلك؟ نعم، بعد التحية الطيبة لك وللضيوف الكرام، أنا أظن أن ربما هي أكثر من ذلك، ربما يعني خطة، ليس لا أريد أن أقول خطة ولكن واضح أنها فكرة متكاملة، بمعنى فليكن هذا الضغط وبأي طريقة إن كانت وليشمل الأطراف كلها وليشمل كل الوسائل حتى تشكل لنقل نوع من الهاجس عند الجميع يدفعه نحو ترك هذه البلاد. أنا هذا ما أراه، لذلك الخطابات السياسية من الأحزاب كلها بدأت تتشابه في مسارين، يعني إعادة اللاجئين ربما هذا كان واضح عند المعارضة، الحكومة الائتلاف الحكومي أقل نوعا ما لكن يشبه إلى أمور أخرى، بدأت الطرفين المعارض والحكومي يشيران إلى أن الحل في سياسة الحل في سوريا هو الحل السياسي، وأن لابد من قراءة المشهد بشكل آخر، وهذا لاحظنا تغيرات واضحة عند الجميع. هذا أظن كله متكاملا مع الرؤية التي ربما تراها تركيا بأن الحرب الروسية الأوكرانية هناك منافع واستفادة فيها، الحرب الروسية الأوكرانية، فإما نحن نستفيد منها والأوروبيين سيحاولون الاستفادة منها، فمن يتصارع على الفائدة أكثر. ولذلك كما تفضل ضيفك الأوكران والروس يعني ليسوا منضوين لا في أوروبا ولا في تركيا، طبعا لأن الأوروبيين أيضا يعتبرون أن أوكرانيا جزء من الاتحاد الأوروبي الذي ستتشكل به وإن كانت ليست منه، لكن هذا من باب الدعم لأن أوكرانيا تحارب روسيا. لكن في تركيا مش موضوع أوكرانيا والحرب الروسية بقدر ما موضوع اليوم إن كانت يعني ازدياد أعداد اللاجئين العابرين إلى أوروبا من تركيا يخدم بشكل أو بآخر أو هو مطلب أو هي سياسة أو هو منهج متبع حاليا خلف الكواليس بشكل غير معلن تركيا أم لا؟ نعم، وهذا ما كنت سأكمله، بأن دخول الأوكرانيين ربما باتجاه الأوروبيين باتجاه الدول الأوروبية، هو إذا كان هناك من يريد أن يسافر يعني يذهب بالتهريب إلى تلك البلاد من السوريين وغيرهم، يعني ربما هناك نوع من التراخي، يعني الأمور كلها في بعضها، يعني وهكذا تخلط الأمور. طبعا يعني بمعنى أكثر الضغط الناعم، وأيضا بما أنهم يستقبلون أوكرانيون وغيرهم فلتكون هذه الأمور. طبعا إضافة إلى أن ليست الحكومة فقط، يعني أيضا المهربون الموظفون نوعا ما المرتشون أو غيرهم، هناك هذه فرصة فلماذا لا نلقفها ونستفيد منها. هذا أيضا من باب آخر في هذا السياق، ولكن
الجو العام في تركيا، طبعا نحن لا نريد أن نقول الشعب التركي، لكن الأحزاب سياسية كاملة هي من تغذي هذا النوع من الكراهية، له تأثير واضح. وإضافة إضفاء جو عام يدفع هذا المهاجر تحديدا السوري، نحن نتكلم عن السوريين، السوريون يغادر هكذا وهكذا، يعني باتجاه الغرب او باتجاه الجنوب باتجاه سوريا. والنقطه الثالثه بان وليكن هذا الضغط باتجاه اوروبا، لان يعني الحسابات السياسيه التركيه تنتظر انتخاباتها ليتم ترتيب الاوراق مره ثانيه والمناكفات السياسية، لأن أيضا اليونان سيكون لها انتخابات بعد انتخابات تركيا أظن بسنة أو أقل. يعني هو دائما سيبدأ هذا الصراع، وفي النهاية الضحية هو الآن الضحية هو اللاجئ السوري كونه هو العدد الأكبر، والقضية الساخنة دون اللاجئين الآخرين كالأفغان والهند والإيرانيون. الإيرانيون أكثر من يعني مليون إيراني يأتي يدخل، نصفهم أكثرهم يعني هم كساكنون لاجئون في الداخل. طيب. التركي هناك بعض الإجراءات نحن لا نتبناها، ولكن اليونان مثلا مؤخرا قبل يومين تتهم تركيا بتسفير مهاجرين إليها قسرا، ووزير الهجرة اليوناني يقول إن قوات الدرك التركية جلبت المهاجرين وعددهم 40 إلى الشاطئ وأجبرتهم بالعنف على الذهاب إلى اليونان. يتحدث الشاطئ شاطئ النهر، وهنا المقصود الحدود البرية. إذن هناك نهج إذا ما صدقت هذه التصريحات اليونانية من قبل الحكومة التركية. والله يعني نحن يجب أن نتخذ الحذر في التصريحات بين الطرفين. المناكفات السياسية قبل يومين أستاذ فيراز قطع الاتصال بعض الشيء أستاذ نعم. فيراز طيب يعني طيب أكمل نعم. الفكرة نعم نسمعك الآن تفضل أكمل. اتخاذ الحذر في نعم اتخاذ الحذر بين الطرفين. الأتراك يعرضون صورا للدرك اليوناني يجبر المهاجرون أو إغراق قواربهم أو كذا وإعادتهم إلى تركيا، وهم مثلا قادمون من أطراف أخرى وغيره، واليونانيون أيضا يرفعون هذا السياق. لكن نعم خط التهريب إذا صح التعبير نعم بدأ يتفاعل بشكل أكثر. وتركيا بالمقابل ليست لا تشدد على أمن حدودها كما في السابق. أنا لا، هو التشدد موجود. يعني حتى أعطيك معلومة، كان هناك استنفارا عسكريا كبيرا تركيا على الحدود اليونانية، لكن لم يعلن عنه ولم يصرح حتى في وسائل الإعلام التركية بسبب استفزاز أو شيء حصل لا أعلم تماما من الجيش اليوناني هناك، لكن ربما تحت العين إذا صح التعبير. يعني تحت العين هؤلاء ليسوا يعني مسالمون، يريد أن يهربوا مسالمون، لكن التدقيق واضح أن يكون هناك إرهابيون PKK عناصر أخرى جولان غيره إلى آخره. يعني لا هناك رقابة، لكن نعم تراخي بعض الشيء باتجاه اليونان موجود من قبل أمر وارد وموجود. طيب أعود إليك بعد قليل إلى الأستاذ زيد العظم المحامي والباحث السياسي من باريس. أهلا ومرحبا بك معنا من جديد أستاذ زيد. تقول إلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، تقول إن أوروبا تواجه تحديا كبيرا، وأزمات الغذاء والطاقة المترابطة يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار البلدان الأوروبية، وأن تصبح الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية أقوى في القارة الأوروبية. وفي تعليق أيضا للجارديان يقول الكاتب أنه الهجرة مثل الطاقة والغذاء بالنسبة لبوتين هي سلاح حرب يستهدف قلب أوروبا. هل بالفعل القارة العجوز غير مستعدة اليوم مع أحاديث وتوقعات عن ازدياد غير مسبوق في أعداد المهاجرين إليها، وخاصة القادمين من تركيا؟ مساء الخير أستاذ أحمد، وتحية لضيوفك ولجميع مشاهدي تلفزيون أوريانت. مساء النور. المسألة الأكثر أهمية اليوم التي تؤثر على موضوع اللاجئين سواء كانوا سوريين أو من باقي الجنسيات هو موضوع النازحين الأوكرانيين. النازحين الأوكرانيون قد فاقموا الوضع، قد زادوا صعوبة قدرة القارة الأوروبية وقدرة الدول الأوروبية على استقبال أعداد من اللاجئين. اليوم عم تتحدث على 5 مليون لاجئ أوكراني منتشرين في الدول الأوروبية. إذن القارة الأوروبية قبل 24 شباط من هذا العام كانت تصدر تقارير دول الاتحاد الأوروبي
صورة خاصة هنغاريا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وتقول لم يعد لدينا قدرة على استقبال أعداد أكبر من اللاجئين. ثم أتت مسألة أوكرانيا ودخل 5 مليون أوكراني إلى داخل أوروبا. فمن الطبيعي ومن البديهي أن الاتحاد الأوروبي طاقاته وقدراته على استقبال أعداد كبيرة، أعداد إضافية ومزيدة من طالبي اللجوء أصبحت صعبة. بالإضافة إلى أن الحرب الروسية التي تشن على أوكرانيا قد ألقت بوبال اقتصادي كبير على دول الاتحاد الأوروبي اليوم. أزمة غذاء وأزمة طاقة. أزمة غذاء، أزمة طاقة، تضخم في الأسعار، ارتفاع. اليوم في ألمانيا، تصور أنت ألمانيا الدولة الأكثر استقبالاً للاجئين السوريين، قد وصل فيها التضخم إلى 7%. إذن إذا كان الشعب الألماني اليوم أو إذا كانت الحكومة الألمانية عصب الاقتصاد الأوروبي تواجه مشاكل في إمداد شعبها، فكيف بالنسبة لطالبي اللجوء؟ فإذن روسيا بدي أرجع لبداية هذا العام. خليني بس كمان وجه الحديث نوعا ما أستاذ زيد إذا بتسمح لي، إلى أي حد برأيك تحدث هذه الأمور نتيجة الصراعات المشتعلة في المنطقة، نتيجة الحروب؟ هذه نتيجة طبيعية نفهمها، ستولد بالتأكيد هذه النزاعات وهذه الحروب وعدم الاستقرار موجات نزوح وبأعداد متزايدة كما حدث في 2015، ولكن برأيك إلى أي حد تستخدم ورقة اللاجئين كورقة ضغط سياسية في مثل هذه الظروف وهذه الأوضاع؟ وحديثنا هنا يدور بشكل مختصر لتضييق الدائرة عن روسيا بالدرجة الأولى ومن يوافقها بالتوجه أيضا بسبب الظروف الحالية، تركيا مع قرب الانتخابات، مع تنامي موجة العنصرية كما تفضل قبل قليل الأستاذ طه. ثبت منذ 2003، منذ الحرب الأمريكية التي شنت على العراق، أن اللاجئين هي أكثر ورقة حساسة قابلة للاشتعال، ناجعة الاستعمال للضغط على الدول. لا يوجد ورقة أفضل من ورقة اللاجئين تستخدم لابتزاز الدول ولممارسة الضغوط عليهم. هذه أصبحت مسلمة من مسلمات السياسة الحديثة في 20 سنة الماضية. لكن موضوع روسيا مختلف. بس قد يقول لك أحدهم أنه القارة الأوروبية واسعة وكبيرة وتسمى أصلا بالقارة العجوز بمعنى أعداد الكبيرين في العمر أكثر من الأطفال، أكثر من فئة اليافعين، وتستوعب هي قارة مساحتها شاسعة ودولها كثيرة، وتستوعب يعني يمكنها أن تستوعب مثل هكذا موجات من اللجوء. يعني سنويا كم نتحدث عن بضعة مئات من الآلاف، لا نتحدث عن ملايين طبعا. تمام، طالما نتحدث عن قارة عجوز، هي قارة عجوز بالنسبة للمعمرين، وأيضا هي قارة عجوز بالنسبة للموارد. المسألة ليست فقط أن هناك مساحات شاسعة، هؤلاء المستخدمين كيف سيعيشون؟ دول الاتحاد الأوروبي لديها معايير مختلفة عن كثير من الدول، لا تستطيع أن تستقطب لاجئين وتضعهم في الطريق أو تضعهم أو بدون مدارس، بدون طبابة. وإن كان للأسف لنكون واقعيين وننقل الصورة كما هي، في 10 سنين الماضية المشاهد التي بتنا نشاهدها والتي بات الأوروبيون قد اعتادوا عليها قد اختلفت. يعني هناك مشردون في الشوارع، هناك ناس طاقاتهم الشرائية ضعيفة جدا. فلذلك أوكي، الاتحاد الأوروبي فيه مساحات شاسعة، ولكن أيضا إذا نتحدث عن قارة عجوز، هي أيضا بدأت تشيخ فيما يتعلق بالقدرات وبالموارد من أجل إعالة هؤلاء اللاجئين. ولكن فقط أريد أن أقول نقطة على موضوع استخدام ورقة اللاجئين. نحن نتذكر عزيزي الأستاذ أحمد أنه في بداية هذا العام كيف قامت روسيا، وهذا قبل أن تشن حرب على أوكرانيا، كيف قامت بشحن لاجئين من سوريا ومن العراق عبر شركة أجنحة الشام، وقامت بوضعهم على الحدود البيلاروسية البولندية. صحيح. ذلك روسيا تستخدم ورقة اللاجئين بشكل فاضح، غير أخلاقي، غير قانوني. موضوع تركيا فيه بس كيف يخدمها؟ سنأتي على تركيا، ولكن كيف يخدمها؟ التضييق على الأوروبيين اليوم هل بالضرورة أن يصب بصالح روسيا؟ دائما عزيزي الأستاذ أحمد، لما في دولة مثل روسيا لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية، وعندما تجابه دول تلتزم بمعايير أخلاقية لديها هامش من المناورات اللا أخلاقية. بمعنى هي عندما تستخدم هذه الورقة تريد أن تقول للأوروبيين إما أن تنفذوا شروطي، إما أن تكونوا على الحياد في الحرب الأوكرانية أو سأغرقكم. سأغرقكم
سأغرقكم بلاجئين، سأغرقكم بمخدرات، سأغرقكم بشبكات بيع الأسلحة. يعني إذا بتناول أنا وياك فقط ملف الأوروبيين من دول أوروبا الشرقية التي تشرف روسيا على إدخالهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، نحن الآن لا نتحدث لا عن أوكرانيين ولا عن سوريين، ولا فقط أتحدث لك عن الرومان والبلغار الذين تدخلهم روسيا بشكل سنوي صورة خاصة إلى ألمانيا، بريطانيا، فرنسا من أجل أن يختلقوا القلائقل، وهم بالمناسبة مهرة ولديهم خبرات عالية جدا بإثارة الاضطرابات في تلك الدول. لذلك نعم، روسيا بطريقة غير أخلاقية غير قانونية تستخدم ورقة اللاجئين من أجل إملاء إرادتها على دول الاتحاد الأوروبي. هذا مفهوم. تركيا، تفضل أكمل وجهة نظرك. تركيا عزيزي هناك 4 مليون لاجئ سوري. لنعود إلى أصل الاتفاق، يعني مهندسة الاتفاق أنجيلا ميركل للأسف الآن المستشارة تتحدث عن اتفاق 2016 بالضبط، هو أصل الاتفاق الذي صاغته أم السوريين كما يطلق عليها السيدة أنجيلا ميركل. أين هي السيدة أنجيلا ميركل؟ قد غادرت وخلفت وراءها للأسف فراغ كبير في الاتحاد الأوروبي. لم يستطع إلى غاية الآن أي أحد أن يسد هذا الفراغ. الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية يبدو أنه قد في موضوع دفع المستحق لتركيا صار هناك بعض إشكاليات. الدولة التركية أولا لأن لديها الآن موضوع الانتخابات، وأنت تعلم أن الثنائية الذي يلعبها النظام السوري مع أحزاب المعارضة التركية، ولا زلت أذكر الزيارة التي قام بها كمال كليتشدار أوغلو إلى دمشق عام 2012، أول ما قاله قال أن اللاجئون السوريون يشكلون مشكلة على الأمن القومي التركي. فلذلك تركيا بين سندان الخطاب الشعبوي من قبل أحزاب المعارضة التركية وبين مطرقة الالتزامات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي ربما تتغاضى عن نزوح أو انتقال لاجئين سوريين من تركيا إلى أوروبا. والتراك يعلمون أن اللاجئ السوري بالأصل قسم كبير من اللاجئين السوريين يريدون المغادرة إلى أوروبا لأنه يحصل على امتيازات أكثر في دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعليم. هذا بشكل عام، ولكن نحن نتحدث بشكل خاص مؤخرا. يعني مؤخرا أعتقد أن مسألة الخطاب الشعبوي المتنامي من قبل المسؤولة عنه، لا أنا بتصوري الخطاب الشعبوي ضد المهاجرين المسؤولة عنه هي هذه الدياليتي، هذه الثنائية بين بين أحزاب المعارضة التركية وبين النظام السوري. وبالمقابل هناك الاتفاق الذي صاغته ميركل مع تركيا الآن لا يسير بأفضل حالاته. هذه الأسباب هي التي دفعت الآن إلى عودة أنه السوريين مفهوم. أو السوريون يذهبون تركيا إلى تحدث أفضل. إذن عن روسيا وعن تركيا، هل من تناغم، هل من اتفاقات برأيك بهذا النهج فيما يتعلق باللاجئين والتسهيلات لهم لأجل العبور إلى أوروبا، خاصة بعد قمة سوتشي، بعد التصريحات التي بدأنا نستمع إليها عن إمكانية بدء بعلاقات بين أنقرة ودمشق النظام السوري، بين موضوع الاتفاق بين المعارضة السورية والنظام السوري أو التسوية أو المصالحة مهما اختلفت التسميات؟ أعتقد أنه تصريحات جاوش أوغلو جاءت ضمن سياق مناورات حزب العدالة والتنمية من أجل إعادة الناخب التركي إلى صفه. لا هذه تحدثنا عنها داخليا. أوكي. أنا أقصد خارجيا. أوكي. هل من تناغم أو اتفاق بين روسيا وتركيا بهذا الصدد؟ أعتقد أنه لا يوجد تناغم روسي تركي يتعلق بإرسال لاجئين سوريين إلى أوروبا، لكن ربما أقول ربما كما كتبت صحيفة لوموند اليوم ربما هناك هدنة من أجل تركيا تريد إعادة 1 مليون سوري إلى الشمال السوري. طيب هؤلاء 1 مليون شو الضمانة بكرة إذا رجعوا للشمال قوات النظام السوري مدعومة بالطائرات الروسية أن لا تقوم بقصفهم؟ إذن اليوم المباحثات التي كانت بسوتشي حول هذه الجزئية ليست في جزئية إرسال لاجئين سوريين إلى أوروبا، إنما من وجهة نظرك. نعم نعم، أرجو منك الدخول معنا أستاذ زيد، سأعود إليك بعد قليل. إلى أستاذ طه الغازي من جديد، إن كانت كما قلت حضرتك في بداية الحلقة تركيا تستخدم ورقة اللاجئين كورقة ضغط سياسية على الأوروبيين، والموضوع ليس سرا، استخدمته سابقا وصرحت، ولكن سؤالي هنا لماذا هذه المرة لا يوجد هناك لا تصريحات من مسؤولين، لا تحدث لوسائل الأعلام، تستخدم هذه الورقة ولكن بصمت، السبب برأيك؟ هو استخدام القوة الناعمة في التأثير على دول الاتحاد الأوروبي.
قد يكون هذا الأمر متناسق ومتلاغم أيضا مع التأثير الروسي على العلاقات الثنائية، سواء كان ما بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي أو موقف تركيا تحديدا من قضية فنلندا والسويد، شفناها في الفترة الماضية. الآن لماذا تركيا تنأى بتصريحات رسمية عن هذا الأمر؟ المرحلة الحالية من اتفاق العقبة في الأردن، مرورا باجتماع قمة طهران، مرورا بسوتشي نهائي آخرا، التواصل والتنسيق مع نظام الأسد، ذكر قبل شوي الأستاذ زيد أنه هذا الأمر قد يكون مناورة سياسية، لكن كل الأحداث اليوم على الأرض تثبت بأن ملف اللاجئين السوريين أستاذ أحمد بالنسبة للحكومة التركية بات ملف لابد من التخلص منه بأقرب وقت، بغض النظر إن كان لمكاسب سياسية داخلية بما يتعلق بالانتخابات أو إن كان بناء على تفاهمات وتفاوقات يعني توافقات عفوا إقليمية مع روسيا. اليوم المشكلة الأساسية اللي بتنا إحنا كلاجئين سوريين أمامها مدركين لواقعنا للأسف الشديد. أنت صرت من أنت صرت تركي خلاص ها؟ أيا يكون، ولكن بالنهاية سوريا ما زالت موجودة. بالتأكيد هذه لا تلغي هذا. تماما. النقطة الأساسية أستاذ الكريم، شفنا كيف كان في عندنا تغير وانعطاف حاد في عدم، يعني هو مثال واضح على عدم نجاعة السياسة الخارجية لدى الحكومة التركية، ليس فقط بموضوع العلاقة بما يتعلق بالملف اللاجئين السوريين وقضية التنسيق والتواصل. اليوم المجتمع يعني اللاجئين السوريين اللي باتوا الآن على أبواب دول الاتحاد الأوروبي، هذا الشيء الأساسي كان له الدافع الأساسي للأمانة، التخوف من العودة إلى مناطق النظام. كانوا اللاجئين في سنة 2015 سنة 2016 أو حتى خلال العامين الماضيين، الهجرة خلينا نقول موجة اللجوء السابقة كانت نتيجة العنصرية بال 2019-2020. الآن صار في عندنا محورين أساسيين، دافعين أساسيين، العنصرية اللي تتلامت بشكل مطرد وكبير جدا، والخوف من الترحيل ترحيل والعودة إلى مناطق النظام. هذا الأمر بات يدفع قسم من الشباب للمغادرة للاتحاد الأوروبي، في قسم قام يخاطر بحياته. يعني حتى من الفئة التي يعني نوعا ما أحوالها جيدة، لديها بزنس، لديها أعمال، مستقرة في البلد منذ 7-8-10 سنوات. يعني أستغرب عندما أرى شخص يسور الحال، لديه شركة، لديه مشاريع، لديه كذا، من اللاجئين السوريين، واليوم يغلق ويضب الشناتي كما يقال. هذا مرده لشيء واحد، هذا مرده لشيء واحد فقط للأسف الشديد، طريقة تعاطي وتعامل كل أطراف الأحزاب السياسية في تركيا مع قضية اللاجئين السوريين باتت في نقطة واحدة للأسف. خلال الأعوام الماضية الشخصيات العنصرية في تركيا نجحت في استقطاب كل الأحزاب إلى نقطة واحدة، ألا بما وهي بما فيهم العدالة والتنمية ألا وهي ربط بين مفهوم أن تكون عنصرياً وأن تكون محباً لوطنك وقومياً. اليوم الإنسان العنصري أو الفرد العنصري في تركيا عندما يقوم بأي سلوك عنصري تجاه اللاجئ السوري فهو يفتخر بهذا الشيء، بقدر ما تكون عنصري بقدر ما تكون قومي. لذلك هناك بعض التيارات وبعض خلينا نقول مراكز الحكومة التركية تنأى عن مساءلة ومحاسبة بعض العنصريين، لأن هذا العنصري في جانب من خطاب العنصري يمثل خطاب قومي، وهذا الشيء بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للشارع التركي شيء مقدس. بس لم أفهم الإجابة على السؤال، لماذا لا يوجد هناك تبني بالخطاب الرسمي التركي لموضوع يعني عبور اللاجئين إلى أوروبا؟ تركيا ما زالت الآن هي مستفيدة. قلت لي مصطلح القوة الناعمة. تمام. يعني تركيا ما زالت. ماذا أفهم؟ القوة الناعمة أستاذي مقصود فيها أنه ممكن إلى الآن تركيا تضغط على دول الاتحاد الأوروبي بملف اللاجئين السوريين، بغض النظر سواء كانت مكاسب متعلقة بموضوع التنسيق والتواصل مع الدول الإقليمية أو ما شابه ذلك، أو سواء كان بانعطاف الحادث صار بالملف السياسة الخارجية التركية. يعني جوابا على سؤالك، موضوع عدم يعني تصريح ساسة الأتراك عن هذا الأمر قد يتعلق، أنا بالنسبة لي، بشيء واحد فقط. تركيا ما زالت إلى الآن في المرحلة الحالية حذرة جدا. خلال السنوات الماضية شهدت السياسة الخارجية التركية عدم نجاعة في آلية تعاطيها مع الملفات الخارجية. إذن هو ابتعاد عن استفزاز الأوروبي. تماما. الملف الإماراتي شفنا كيف انتهى، الملف السعودي شفنا كيف انتهى، الملف المصري كيف انتهى، ملف الكيان الصهيوني تحديدا سفينة مرمرة كيف انتهى، أيضا موضوع القس الأمريكي كيف انتهى. هذا الانعطاف الحاد، عدم النجاعة بالسياسة الخارجية التركية لدى المواطن التركي بات يرسم علامات استفهام على مدى قدرة اليوم الحزب الحاكم على إدارة البلاد في المرحلة القادمة. لذلك اليوم تركيا حذرة بالإفصاح والإعلان عن كل شيء بما يتعلق بموضوع هجرة اللاجئين السوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ماذا عن الشق الاقتصادي؟ هل تخشى تركيا المساعدات أن تنقطع، مع أنه يعني يقال وفق الأتراك
أنه الاتحاد دول الاتحاد الأوروبي لا تفي بكل التزاماتها، مع أنه ألمانيا صرحت أنه من 2012 حتى الآن قد أعطت الحكومة التركية ما يقارب 910 ملايين يورو. التناقض والتضاد بالتصريحات ما بين الجانب التركي وما بين دول الاتحاد الأوروبي طبعا ما زال قائمة في ميدان التصريحات والإعلانات، لكن أنا بالنسبة لي برأيي أنه تركيا خلال يعني انعطافاتها بالسياسة الخارجية بلقاءاتها مع الجانب السعودي والجانب الإماراتي صار في عندها ونفض بشكل بسيط جدا، سيولة مالية كافية قد تكون في مرحلة المراحل بالنسبة لها كافية عن موضوع الدعم الأوروبي يتعلق باللاجئين السوريين. طيب من جديد إليك أستاذ فراس رضوان أوغلو، من وجهة نظرك وبشكل واضح وصريح، هل تتوقع مزيد من الإجراءات، إجراءات التي تصب بالضغط على اللاجئين وخاصة اللاجئين السوريين بما أنهم العدد الأكبر الموجودين في تركيا من أجل دفعهم باتجاهين إما أوروبا أو الشمال السوري من هنا إلى الانتخابات، ولا ندري إن كان ما قبل الانتخابات ليس كما بعد؟ ممكن يعني أتوقع أن التصعيد سيكون موجود بالتعقيد بعض الأمور، لكن أكثر من ذلك لا أظن، لأن هم يسعون إلى النقطة الأولى وهي إعادة 500,000 أو مليون شخص إلى المناطق التي بنيت فيها الشمال السوري وتسكينها وإنشاء منطقة قابلة للحياة والتجارة وشابه ذلك. هذا إذا نجح سينفذ الضغط بشكل كبير في الداخل التركي، بل ستسحب ربما نصف أو ثلاثة أرباع الورقة السورية، لأن الربع الثاني أو الثلث المتبقي سيبقى بمسألة حل الأزمة السورية والملف السوري، وهذا سيفتح بابا آخر للنقاش بين الأطراف. كل فترة تصرح تركيا وتعطي أرقاما عن أعداد اللاجئين الذين عادوا وآخرها 500 وشيء بعض الشيء، يعني نصف مليون تقريبا. هذه الأرقام تشمل من غادروا تركيا بأي اتجاه حتى وإن باتجاه أوروبا، أم فقط من عادوا إلى سوريا وفقط سوريا؟ حسب تصريح وزير الداخلية أنهم عادوا إلى سوريا عودة طوعية وآمنة. هو يقول عودة طوعية آمنة، وهذه الكلمات ثلاثة لا تنطبق على الاتحاد الأوروبي، لا يوجد عودة ولا يوجد فيها طوعية ولا يوجد فيها شيء، يعني هي آمنة أصلا يعني ذلك أظن هي يقصد فيها. لكن المشكلة أنا أراها هي في طريقة تعاطي القانون، القوانين التركية في مسألة الهجرة حتى الآن لا يوجد قوانين واضحة وثابتة، هي عبارة عن نصفها مراسيم جمهورية عذرا صحة وعلى قلبك، والنصف الثاني هو ابتكار لقوانين مرحلية. هذا لا يمكن، إذا قارنت تركيا بفرنسا بريطانيا ألمانيا يعني أو دول أخرى تجد لديهم قوانين أكثر وضوحا وثباتا، وذلك هذا يعتبر ضعف في القانون التركي يجب تغييره تماما. هل هو منضوي داخل الدستور أم لا؟ النقطة الثانية وهي تفضل بها ضيفك، دمج العنصرية بالوطنية هذا نوع من التخلف. وأنا دائما كنت أقول الوطنية شيء والقومية شيء آخر. الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، انظر إلى الوطنيين، يعني بمعنى من حصل على هذه الوطنية ثم أسدى ما أعطى إلى ذلك الوطن. لا يمكن أن تقول أن فرنسا أحرزت كأس العالم من مواطنين فرنسيين، هم مواطنون أصولهم مهاجرة، من ينكر مثلا زين الدين زيدان وغيره مثلا، هذا مثال. الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تسيطر على العالم كله بسبب تنوع العرق البشري فيها، وهذه هي الوطنية الأمريكية وليست القومية. مفهوم. إذا على كل أستاذ فراس، هذا أيضا ليس موضوعنا مناقشة العنصرية، لأنه ناقشناها سابقا بشكل مستفيض كي لا نخرج عن موضوع الحلقة. هناك من يقول أنه كثرة تداول أخبار الهجرة وضبط من يدخلون البلاد سرا، وأن هناك ثمة توجه حالي لتكريس تداول أخبار الهجرة والمهاجرين في وسائل الإعلام التركية هو مقصود، برأيك هل يمكن أن يهدئ من الشارع؟ هل يعكس بضرورة الحال أن الحكومة تبذل شيئا ما جهدا ما والنتيجة تظهر على وسائل الإعلام من خلال الأعداد التي تهادر؟ قبل أن أجيبك يجب ذكر نقطة هي مهمة وللإنصاف، المحيط التركي محيط ملتهب، ولذلك لهذا السبب هي لا تريد أن
في انا اتكلم عن ما سبق، لكن الان تغير الامور. لكن حتى الان القناعه التركيه بان يجب عدم تثبيت هذه القوانين، لانه حولنا كله ملتهب، ايران، اذربيجان، القوقاز، سوريا، العراق، ولم يبقى شيء يعني بالنسبه لنا. لذلك لا يريد تثبيت قوانين، وفي نفس الوقت لا يريد ان يحمل المسؤوليه لوحده، فليشاركنا في الاتحاد الاوروبي او فهو فليتفضل في هذه حمل المسؤوليه. هذا لذلك يعني الآن هذا الأمر مرتبط في الذهنية العقلية القائمة الآن، بأن كلما يعني أزحنا الستار عن بعض الأمور في الملف السوري، هذا هو الآن الحقيقة كما يقال خبز السوق. يعني الآن سمعتها من أحد رؤساء الحزب الشعب الجمهوري المعارض، يعني هو قال لي بهذه الكلمة، يعني بمعنى هي الآن خبز السوق للنجاح والربح، الملف السوري أو اللاجئين. لذلك هي ستبدأ يعني الحكومة بإظهار بعض النجاحات الخارجية، بعض النجاحات في الملف السوري، أننا نحن متعاطون في كل الملفات. يقولون توجه إلى دمشق، نحن نتوجه إلى دمشق، لكن كيف سنتوجه إلى دمشق؟ هذا أيضا طرحته الحكومة، أتوجه هكذا وأرقي كل أوراقي ثم هو يصبح رقبتي في يدي، هذا من الغباء. لذلك هو يقول وفق التعبير الحزب العدالة والتنمية، أنا قوله نعم أنا أتعاطى معك، لكن تفضل، هذا ما سماه بالإدارة، الإرادة، الإدارة قوية في سوريا، أي يجب أن نصف هؤلاء 85 أو 87 معارض فليدخلوا في الحكم في الدولة إلى آخره إلى آخره، وهذا تعتبر ورقة قوية إلى الداخل التركي. لن أطيل، هناك نظرة ثالثة وهذه مهمة ستشرح ربما أكثر. الآن القراءة السياسية الاستراتيجية في المنطقة يعني خارج خط الاتحاد الأوروبي، أن هناك قوتان ستسيطر عليه متشاركة، روسيا وتركيا، ولذلك هي تميل مع روسيا في كثير من الأمور لتصبح هي القوة النافذة الثانية وذات يد قوية في كل هذه المنطقة التي نتكلم عنها، من دول تركيا والقوقاز وحتى باتجاه مناطق الصين، طبعا بعيد عن اليابان وكوريا لأن هذه المنطقة هي صراع أمريكي صيني أكثر. لذلك هذه المنطقة كلها النفوذ التركي سيصبح قوي. لذلك زيلينسكي اليوم يقول زيارة أردوغان إلى أوكرانيا دعم قوي ورئيس قوي إلى آخره، ويعلم الآن مقدار القوة، لم يبقى يعني في البحر الأسود والمنطقة كقوة عسكرية سوى كقوة روسيا وتركيا، لذلك سيتشاركان في السيطرة، وهذا منه الملف السوري، وأن تقيس عليه كل الأمور القادمة في كيفية تطبيق هذا الأمور. طبعا لن تتخلى تركيا عن أوراقها الرابحة، ولكن الآن تريد يعني أن تتخلص من بعض الضغوطات، طبعا للأسف منها ملف اللاجئين السوريين، تقليصه إلى أقل عدد ممكن، لأن هناك المعامل السورية تعمل من تركيا، كيف أنت تريد أن تخسر هذه الأرقام؟ هناك شركات سورية إلى آخره إلى آخره، هذه أرقام تضخ من مئات الملايين الدولارات، أظن هي ستحاول ضبط هذه الأمور. بعد ذلك تصريحات مثلا بأن أدخل المواطنون المجنسون السوريون إلى آخره كذا مليار دولار، هذا سيغير في القراءة السياسية الداخلية. طيب. أستاذ زيد العظم، أعود إليك من جديد وسأناقش معك شق شهدناه وخبرناه من بعد من 2013 وتحديدا بعد 2015، وهو صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وخير مثال على ذلك مارين لوبين في فرنسا، بما أنك في فرنسا حاليا، هي وحزبها في الانتخابات الرئاسية والنتائج التي حققتها، ربما فارق بسيط بينها كان وبين ماكرون، إضافة إلى المقاعد التي حظى بها حزبها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والأمثلة كثيرة، ينطبق الأمر على إيطاليا، ينطبق على بريطانيا. ورقة اللاجئين التي تستخدم اليوم ضد أوروبا إلى أي حد ستعيد وتقوي اليمين المتطرف، وبالتالي سينعكس حاليا على هذا الأمر، سينعكس على سياسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق سواء باللاجئين أو بسياساته العامة بشكل خاص؟ تمام عزيزي، شكرا لهذا السؤال المهم جدا، ولا سيما في الشق الإيطالي، لأنه نحن نتحدث ماذا يحدث حتى في السوق، مثل ما في بتركيا انتخابات رئاسية، أيضا في بإيطاليا انتخابات مهمة جدا، وورقة اللاجئين هي الورقة رقم واحد. بالانتخابات الرئاسية الفرنسية اللي حصلت بشهر نيسان الماضي، أكثر كلمة استخدمت في كل المناظرات السياسية بين المرشحين كانت كلمة الريفيجي، اللاجئين، والدوماندور دازيل، طالبين اللجوء، أكثر كلمة. تصور أنت اليوم هذه الدول المتقدمة والمتطورة لا تستخدم كلمة الانعاش الاقتصادي فترة ما بعد الكورونا،
الرفاه المعيشي، لا اليوم الكلمة معالجة تضخم البطالة كل هذه الأمور. أبداً أبداً أبداً، الكلمة رقم واحد كانت اللاجئين الإسلاموية وطالبي اللجوء. أنا أتفهم أن ورقة اللاجئين باتت في أوروبا مسألة أولوية ويجب مناقشتها، ولكن كما أن النظام السوري يتناغم ويقوم بثنائية ما بينه وما بين الأحزاب بين قوسين التي تشبه مارين لوبين في فرنسا، أيضا فلاديمير بوتين يتناغم ويمول ويحرض الأحزاب اليمينية الموجودة في أوروبا ولا سيما في فرنسا. وهي بشكل أو بآخر ميالة إلى السياسة الروسية الأحزاب اليمينية في أوروبا، صحيح؟ يا عزيزي بالمناظرة التي صارت اللي حدثت بين الرئيس إيمانويل ماكرون وبين مارين لوبين عشية الدورة الثانية، قد أخرج ماكرون من جيبه صورة عن شيك مالي مقدم من أهم بنوك روسيا كانت قدمتها لمارين لوبين. طب هل تتصور أن النظام بين قوسين نظام أوليغارشي مثل النظام الروسي بيدفع مصاري لمارين لوبين يعني لأنه بس عيونه زرقاء ليدعمها في الوصول؟ إذن روسيا، أفهم من كلامك، يمكن الاستنتاج أن روسيا حريصة على إبقاء المنطقة أو منطقتنا أو منطقة شرق أوروبا مشتعلة دائما، وبالتالي مزيد من اللاجئين وبالتالي مزيد من صعود اليمين المتطرف لأنه يصب في صالحها. أكيد 100%، لأنه أصلا روسيا بكل المسألة السورية التي دائما يتحفنا أو بالأحرى يحاول أن يضحك علينا المسؤولون الروس عندما يتباكون على المسألة السورية، كم لاجئ سوري أو كم نازح سوري استقبلت روسيا على مدى ال 11 سنة؟ أنا أراهنك أنه لا ينعدوا، أوكي حتى بس نكون دقيقين، لا ينعدوا على أصابع اليد الواحدة. أيضا مسألة نقطة مهمة جدا عزيزي ذكرتها هي موضوع إيطاليا، لأنه إيطاليا هي بوابة أوروبا على البحر الأبيض المتوسط. اليوم جورجيا ميلوني وفق كل الصحف الإيطالية هي متقدمة في وفق استطلاعات الرأي فقط لأنها تخوف الإيطاليين من مسألة اللاجئين وتكرر نفس الأسطوانة المشروخة التي كررت في فرنسا بأني أريد أن أحمي الهوية الأوروبية، أريد أن أحمي الهوية الإيطالية. طب لنسأل سؤال، جورجيا ميلوني ولا سالفيني ولا كل هؤلاء المسؤولين الإيطاليين اليمينيون من يقف وراءهم؟ من يدعمهم؟ بالتأكيد ستجد أن موسكو هي التي تقف وراءهم. هذا واقع أم تبني لنظريات مؤامرة يا أستاذ زايد؟ عزيزي لما رئيس ماكرون بيطالع شيك مصري في قبضته مارين لوبين، بالأمس سيلفيو بيرلسكوني أحد أعمدة السياسة في إيطاليا يتهم أحزاب اليمين الإيطالية بتلقي الدعم من موسكو ومن روسيا، إذن هذا لم يعد كلاما نظريا، هذا كلام بالأدلة. اليوم الصحف الإيطالية، الصحف المرتبة، الصحف المرموقة الإيطالية كلها تتحدث عن مدى التناغم ومدى هذا الارتباط الوثيق الذي يربط أحزاب الشعبوية اليمينية بموسكو. موسكو كما خربت سوريا على مدى 11 سنة هي الآن تسعى من أجل أن تفتعل أزمة داخلية عبر في أوروبا من خلال إخافة وشيطنة اللاجئين وإخافة المجتمعات الأوروبية منهم. هذا بالتأكيد سيأخذنا إلى السؤال الأخير في هذه الحلقة مع أستاذ زايد. إذا أسس الأوروبيين بالتأكيد يعون هذه الاستراتيجية الروسية تجاههم، كيف يواجهونها برأيك؟ هل من الممكن أن تفرض عليهم ورقة اللاجئ السوري كورقة اللاجئ بشكل عام يعني كورقة سياسية يمكن أن يعدلوا من قوانين الاتحاد الأوروبي لاحقا؟ لا تتحدث عن شهر وشهرين وسنة وسنتين، نتحدث عن أكثر من ذلك، رضوخا لمكاسب سياسية أو رضوخا لسحب هذه الورقة من يد اليمين المتطرف. دعني أجيبك بسرعة وبشقين. الشق الأول، لم تستطيع روسيا على المدى الستة أو سبعة أشهر الماضية، ذكرنا سوية على ما قامت به روسيا من شحن للاجئين سوريين وعراقيين عبر شركة أجنحة الشام، لم تدخل أوروبا منهم شخص واحد لأنها كانت تعلم أن هؤلاء 90% منهم شبيحة وتجار مخدرات وإلى آخره. إذن فشلت روسيا في هذه الورقة الأخيرة. ولكن في المقلب الثاني، مثلا اليوم بعطيك مثال، في فرنسا وزير الداخلية قال أنه سيقدم قانون حول الهجرة، لأنه بتعرف بعد خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي موضوع دوبلان، قانون دوبلان الذي ينظم أو دوبلن الذي ينظم الهجرة واللجوء سيعاد تغييره. اليوم فرنسا ستقدم قانون، مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، بدأت تتكشف من عام حف فيه أكثر صرامة أكثر شدة، لكن ليس كما يقول أو كما يطلب
احزاب اليمين بانه ضد اللاجئين، انما يتسم بالصرامه، يتسم بالوضوح، وايضا يتسم بانه مده معالجه الطلبات ستكون سريعه. لذلك الحكومات الاوروبيه اليوم مدركه لاهميه تطوير قوانين اللجوء، لا سيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. ولكن اعيد لنفس النقطه، روسيا فشلت في هذا العام بملء او فرض ارادتها على دول الاتحاد الاوروبي عندما استخدمت مساله شحن اللاجئين عبر بيلاروسيا. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الاستاذ زيد العظم، المحامي والباحث السياسي، ضيفنا من باريس. اشكر جزيل الشكر للاستاذ فراس رضوان اوغلو، المحلل السياسي التركي من اسطنبول، كما اشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الاستاذ طه الغازي، الناشط في مجال حقوق اللاجئين. الشكر الاكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعه. غدا ان شاء الله او الاحد حلقه جديده وتفاصيل جديده. الى اللقاء.